بنتي متعلقة بيا بزاف، بنتي الله متعلقة بيا بزاف، ما ننساهاش اليوم الدين، الله ما ننساها. لا مسكينة تحلم. يا إما عينا ناسينا. لا ما عينا في حوتها والله ما سمعت. حبيت تاع ما قدرت نغفيت لا غير خويا. تحت ما نهار قالوا لي ما زاد تحت مورا. عينا سمعت باش تخليها ما حبتش. يا عمي خليها ما سمعتش فيهم. ما سمعتش فيهم. كان مول حنانة ما بعضها ما سمحتش فيهم إينا سقطهم شبكت فيهم مسكينة. راح حطوا يلعبوا كيما راكو تشوفوا الحالة هنا راهي خضراء وكذا، غفلوا عليهم شوية حتى وين وصلوا لوين البلاصة هذه اللي توفوا فيها. وكان كاين مرفق وين يلعبوا الأطفال هذو ما يروحوش حتى لهم ما يروحوش. ما كانش مساكن وين يلعبوا كاع الواد منا حو توا مراد ومنار مراد ومنار 5 سنين وإناس تقرا سنة أولى 7 سنين نمشيو الفيلم راحوا هنا بعد داتهم خوتهم الكبيرة 7 سنين إناس دات خوتها التوأم شدتهم الدار تقدر تعرسين اسمه مي ما كملوهاش خلاوها حفرة تغطات بالحشيش ما شافوهاش طاحوا عمي فاتن طاحت بقرة ما كملوش خدمتهم من حفرة كبيرة ما كملوش خدمتهم كان سكروها ما يصراش قلت لهم كو غير متانا هي وقعدوا هما قلت لهم بالك غير متانا وما ماتوش هما قلت لهم تجبدوا لنا اي ناس نموت عليا بقدر من ولادي انا غنحب بقدر من ولادي تاكل عندي وين يكون كاش نديها معايا كل بلاصه نديها معايا ما قدرتش ننسى كاع ما قدرتش داخل اليوم دريا قام غادي نديها مش نديها كاع 3:30 هاي كيك 3:30 العصر خرجوا مع ولاد عمتهم ولاد عمتهم واحد سلك جبدات اخته تلمو هو صغير اخته قل منه جبدات والعمر طويلة اي صح وانا ولادي التوأم جبدوا فاقولهم داهم سبيطار والكبيرة تحت شعر شبعت ما هبطت وانا قلت لهم بنتي اي ناس ما كاش عيط لهم الصبيطة الله معاكم قالوا لي ما كاش قلت لهم انا روحوا للبركة تلقاوها قالوا قلت بنتي ثم واحد نجري للواد نجري اي ناس ثم جبدوها ما حبوش يوروها ما قالوا لي هم حيين قلت لهم ماتوا حسين كيفاش تعمتهم حوستوا عليهم كي طولوا هو اللي قال لهم يا ماما جم شمخ يا ماما ناس ومراد وما نطحوا في الحفرة في البير ثم راحوا حوسوا مراد وما نرتوا أمي لقاوهم شبعوا ما طلعوا وإناس الكبيرة 7 سنين الغرقة عمها راح يجي كي قلت له إناس ما يشتم ما عرفتها باللي راحت راح يجي يجبدها شبعت ما وهبطت صرت 3 وكنت حاسب لي أنا نموت خش كنت مريضة حسيت كنت أنا حنموت أبو يودعوا فيا بس ما درتش في بالي بني نفقد ولادي ما درتش في بالي بني نفقد ولادي ذاك الملا تحقق اللي تحقق خلاص مش من حياتي بقات طلعي تشوفيهم وين لعبوا وين كلاو وين ما قدرتش تطلع كيف صبره ايوب ينفك 3 في ضربه شي صعيب واحد ويغيظ وين 3 3 الله ما سهل الله ما سهل الله ما سهل ضريت انا مبرور قلتيني الصبر ربي يعطيكم الصبر ربي يعطيكم الصبر كيف بالهم والله ما تحملت ما قدرتش نتحمل نبوس فيها ونعنق بنتي مراد وليدي قال لي دير لي عرس يا بابا ختني قلت له لا نختنك يا وليدي ندير لك عرس انا اليوم ماني حاسه العرس تاع وليدي مانيش حاسه جنازه والله ماني حاسه جنازه انا حاسه عرس تاع بني مراد والله راني حاسة العرس تاع وليدي مانيش حاسة جنازة قال لي يا بابا ختني قبل رمضان قلت له والله نختنك قلت له ندير لك عرس شباب قلت له تروح كورونا ندير لك عرس شباب قلت له تحضر فيه الناس كاع عرسوا اليوم الناس جاتني من كل بلاص جزائر كاع كومبلي جات ليا يتعاونوا معايا والله غا جزائر كومبلي ها اليوم عرسوا اليوم بارح واليوم عنده يومين العرس تاعو لا يومين هو العرس فيه نهار صح وليدي فيه 3 ايام ما عملتوش وحده تاع الليل حطيته في بلاصتو
شامي صار عندي الوحدة لا عجامي إيناس بنتي. قلت لي هذيك النهار ما نلبسش حوايجي يا بابا نبات عريانة بالليل. قلت لي يا بابا نبات عريانة تعاد كاع حوايجها. بنتي يا بنتي لا وين نروح؟ تروح معايا بنتي وين نروح؟ نروح نشري سلعة تروح معايا، نروح نروح المارشي تروح معايا. بنتي متعلقة بيا بزاف، بنتي لا متعلقة بيا بزاف، ما ننساهاش اليوم الدين والله ما ننساها. أنا كنت خدام خيسي زاو لي سلعة وكذا وقالوا لي عاود الحانوت، رحت سلفت دراهم عاودت الحانوت و كنت في الحانوت جويه جويه 12 هكذاك، جابت لي بنتي الفطور الرشتة والدجاج. بابا قالت لي جيعان بنتي إيناس. قلت لها يا بنتي يا بنتي بنتي قالت لي جيعان يا بابا. قلت لها والله ماني جيعان يا بنتي، جابت لي فطور فطرت لي نخدم. لحقت الجامعة حبس بعد جويه ثلاثة دي ماريت نخدم، الربعة سمعت الفاجعة قالوا لي ولادها كان في السبيطار عامر. قلعت انا عم بالي حاجة خفيفة، بالي حاجة خفيفة. دخلت لقيت مراد منا وإيناس منا ومانار منا لي بومبي دايرين بهم. قلت لهم واش كاين راني منام ولا صح؟ قالوا لي صح. بنتي يا بنتي هذه الحفر اللي راهي الفلاحين تسقي منها كانت موجودة من قبل، موجودة من قبل في عدة مستثمرات فلاحية، ما هيش غير المستثمرة هذه الفلاحية اللي رانا فيها اليوم اللي صارت فيها هذه الكارثة. احنا يا نشكر السلطات ونشكر السيد الوالي اللي كان علم رؤساء البلديات باش يمدوا رخص للمستثمرات الفلاحية باش يديروا خزانة مياه في كل مستثمرة فلاحية. بصفتي أنا كعضو مجلس شعبي البلدي وكرئيس لجنة راح إن شاء الله نخصوا لجنة باش ندوروا على المستثمرات الفلاحية كاملة، خاصة اللي فيها هذه الأمور اللي رانا شفناها صرات ديجا كانت صرات من جهة من قبل. وإحنا رئيس البلدية اللي هو مشكور ثاني راح نخصوا لجنة باش نردموا كامل الحفر هذه ونمدوا رخص للمستثمرات الفلاحية باش يديروا خزانات مياه على في كل مستثمرة فلاحية اللي قادر يدير الخزان المياه. ومن بعد كاين مصالح البلدية اللي تتابع الخزان هذاك اللي راح يكون داخل مستثمرة فلاحية، إذا كان يسبب خطر على المواطن احنا راح نلغيوا له هذاك الخزان كبلدية وما نخلوهش يدير الخزان هذاك. وإذا كان دار خزان اللي يساعده هو كمستثمر وما يسببش خطر على المحيط ولا على المواطن ولا هذاك راح نخلوه باش يسقي منه المستثمرات تاعو. بنتي متعلقة بيا بزاف، بنتي لا متعلقة بيا بزاف، ما ننساهاش اليوم الدين والله ما ننساها. والله مسكينة تحلم. هادي يا إيناس وهاديك منار وهادي مراد، هادوك الآخرين الأولانيين زوج توام، وهادي طفلة كبيرة 6 سنين وهادوك 4 سنين.
الله يرحمهم ويسع عليهم. خويا عامر ربي يعاودك ان شاء الله، لله ما اعطى ولله ما اخذ، الحمد لله ربي يعطيكم الصبر وربي يرحمهم وربي يعوض عليكم ان شاء الله. السلام عليكم، دعوا لهم دعوا لهم دعوا لهم ربي يعطيهم الصبر ان شاء الله. هذه الطفله الكبيره ايناس، وهذيك منار وهذيك مراد، ربي يعوضوا ان شاء الله، ربي يعطيهم الصبر لمالي ان شاء الله. ويا عامر صبر اصبر، ربي يعوضك، ما كاش كيما الصبر.